ممثل وملحن ومطرب وعازف، النجم أحمد فهمي. انت كونت ازاي يا سي احمد؟ انا عندي 3 سنين، ابويا قال لي يا كوره يا مزيكا، فقلت له كوره، قال لي لا مزيكا. ابويا لما علمني الصح من الغلط ما احتجتش اقع واتعور عشان اعرف اني هتوجع. مرحله الدراما، سر علني ولاعلى سعر، دول بوم بوم. عجبني جدا الدور، وانا كنت بحب نيلي قوي من اول ذات. تفتكر ان انا ممكن اعيش مع واحده انا شاكك فيها؟ حلقه الاختيار اللي عملتها دي بقى انت ابدعت فيها. قعدت انا وميكي نشتغل على السلاح نفسه 3 4 ايام بنتمرن كل يوم. طب يلا بقى عشان ما تاخدش طلقه الناحيه الثانيه. النص الثاني بقى أميرة فراج، قابلتها فين؟ كانت بتغني في كورال الأطفال. أطفال؟ بتتخانقوا إزاي؟ الناس ليه طلعت عليك إن أنت اللي بطلتها غنى؟ ما يقدرش يمنعني من حاجة. الله الله الله، إحنا هنقع في بعض من أولها ليه؟ إيه ده يا جماعة، فيها فهم؟ ليه بتطلع عليكوا إشاعات يا جماعة؟ يمكن إحنا من الجوازات القليلة جدا اللي مستمرة فترة طويلة. عايزة دويتو قديم. علشان إحنا مع بعضينا والأول. صاحبة السعادة، الاثنين، الساعة 11 مساء فقط على DMC.